السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم نتكلم في هذا الفيديو على طريقة تقوية الصورة في يوتيوب من ناحية تختار الصيغة، من 720 حتى 1080، في الأجهزة ديال الإيكوالينكزيل كيف ما كتشوفوا هذه الصيغة اللي خدام بها دابا 720 هي ديال يوتيوب، يمكن لك دير 1080 بحال هكا. هاد الصيغة هي آخر صيغة 1080 من ناحية. كيفاش كتجبد الصيغة؟ كتضغط على هاد الزر هذا، هاهو الزر الأخضر، كتضغط على الزر الأخضر منو باش كتختار، كما كتشوفو نضغطو عليه الزر الأخضر، كتختار الصيغة. هاهي الصيغة ديال بحال قريبا للفول اتش دي. مثلا نخرجو غادي نختارو مثلا سبور سبور زيزت ايكولي زيد مثلا نضغطو على سبور شي مقابلة بحال هكا، غادي نضغطو على هاد الزر الأخضر، خدام بصيغة 720. حنا غنطلعو 1080 بي وغادي نشوفو الجودة ديال الصورة ديال 1080. هي هادي الخوت، الصيغة ديال 1080، جربو الفو 1080. كضغط على الزر الأخضر، إلا ما عطاتكش كضغط على الزر الأخضر وكتعطيك أوطو، هاديك الفيديو مليوح غي بجودة عادية. الا بغيتي كانت عندك كونيكسيون ضعيفه راك تختار الصيغه، مثلا 360 ولا 240. كل ما طلعتي في الصيغات كتحاول خاص تكون عندك كونيكسيون مزيانه. راه بغيتي تفرج كاع في الفيديوهات ديال 4K خاص تكون عندك شويه كونيكسيون مزيانه. المهم الا بغيتي الفيديو ديال يوتيوب يبقى خدام ديما نقصها من الصيغه، ورك على الزر الاخضر وهبط، حاول تنقص من الصيغه ديال 360 ولا 240. وهذا ما كان الخوت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.